السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومين تيفي للفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات. ترحب بجميع التلاميذ المستوى الخامس ابتدائي وكذلك المستوى السادس ابتدائي، مرحبا بكم. إذا في هذه الحصة سوف نقوم بتصحيح بعض التمارين خاصة بحساب الأجزاء الملونة. إذا على بركة الله نبدأ هذا النشاط. إذا بالنسبة الجزء الأول من هذا النشاط سوف نخصصه لحساب الجزء الملون لهذا الشكل الهندسي. إذن أولا سوف نقوم بحساب الجزء الملون للشكل الهندسي الآتي. لاحظوا جيدا، هذا الشكل الهندسي يتكون من شكلين هندسيين، هو شبه منحرف. لاحظوا جيدا، هناك شبه منحرف وكذلك نصف دائرة تتوسط هذا الشبه المنحرف. إذن القاعدة الكبرى هي 6 سنتيمترات والقاعدة الصغرى هي 4 سنتيمترات، علما أن هذه القاعدة الصغرى هي القطر ديال هذا نصف دائرة. إذن لاحظوا الشكل جيدا، سوف أعيد. هذا الشكل هو عبارة عن شكل هندسي تكون من شكلين، هو شبه منحرف، لاحظوا هذا الرباعي يسمى شبه منحرف، وكذلك يتوسط هذا الرباعي شبه منحرف نصف دائرة. إذن المطلوب هو حساب هذا الجزء الملون بالأسود. القاعدة الكبرى هي 6 سنتيمترات والقاعدة الصغرى هي 4 سنتيمترات، وعلما أن القاعدة الصغرى 4 سنتيمترات هي قطر هذا نصف دائرة. إذن سوف نقوم بحساب الجزء الملون بالأسود. إذن انتبهوا الطريقة. إذن في الأول انظروا جيدا في الشكل الأعلى، تتكون من شبه منحرف ويتوسطه نصف دائرة. إذن أول شيء تشوف المعطيات ديال الشكل. إذا عندنا شبه منحرف في القاعدة الكبرى ديالو هو 6 سنتيمتر والقاعدة الصغرى ديالو 4 سنتيمتر، وهذه القاعدة الصغرى تتمثل القطر ديال نصف دائرة، أي الشعاع ديال هاد نصف دائرة ماشي هو 4 ولكن هو 2. فوالا، إذا أول حاجة ذكروا القواعد ديال المساحات. المساحة ديال الشبه المنحرف هو القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع مقسومة على 2. فوالا القاعدة حافظينها باغ كوغ، ولكن خاصنا نعرفو كيفاش نطبقوها. دابا المسألة خاصك تعرف كيفاش تطبقها، دير تطبيق عددي. القاعدة الكبرى فين هي؟ خاص تشوفها في الشكل، ماشي هي 4 ولكن هي 6. تتقول القاعدة الكبرى وتتنقل 4، ميمكنش. القاعدة الكبرى هي 6، القاعدة الصغرى هي 4، وهي 2 ولكن ارتفاع. دابا تتحير شنو هو الارتفاع، شوف مزيان الشكل وخاص تعرف شنو معنى ارتفاع. ارتفاع فوالا، ارتفاع ها هو ارتفاع. اذا خاص يكون عندك واحد الملاحظة، واحد النوع ديال قوة الملاحظة. اذا عندك القطر هو 4، الشعاع هو 2، وهو الشعاع ديال الدائرة هو 2. اذا الشعاع ديال الدائرة هو نفسه ارتفاع ديال شبه منحرف. هنا هذه هي الحل ديال هذا اللغز. انا خاص تعرف بان الشعاع ديال الدائره هو اصلا ارتفاع ديال شبه منحرف. اذا عندنا هو 2، 6 زائد 4 يساوي 10، 10 في 2 يساوي 20، 20 مقسوم على 2 تساوي 10 سنتيمتر مربع. اذا 10 سنتيمتر مربع هو مساحه ديال شبه منحرف. تحاول تأطرها بحال الشكل هذا وتتعلمها بالرقم 1. اذا المعطى الرقم 1 نجزته. اذا بقى لي المعطى الثاني، خاصنا ولا بدا ننظم الورقه ديالي. اذا بالنسبه للانسان اللي يكون التلميذ اللي تكون مفوق في الرياضيات، تعرف بان هنا هذه المساله دي خاصكم تفهموها مزيان. يمكن لينا نستعمل 6 زائد 4 يساوي 10، وهنا في 2 على 2، في 2 على 2 يمكن نختزلوها، تنحيدو 2 هنا وتنحيدو 2، تتبقى غير 10 وتمشي ديريكت مو 10 سنتيمتر مربع، ولكن لا ننسى الوحده سنتيمتر مربع. واخا نمشيو دابا ننتقلوا للدائرة أو نصف دائرة. إذا الشكل اللي تيتوسط هذاك الشبه المنحرف هو نصف دائرة. إذا خاصنا نحسب هذاك الدائرة هي الأولى، ومن بعد نحسب نصف دائرة. يعني خاصنا نعرف بأن القطر هو 4، وهذا 4 هذا هو القاعدة الصغرى في شبه المنحرف.
لا، الشعاع ديالو هو 2، إذن 2 في 2 في 3.14، ار في ار في بي، و بي هي 3.14، إذن 2 في 2 في 3.14، إذن 2 في 2 هي 4، 4 في 3.14 هي تقريبا، واخا متبانش ليكم هنا الشكل مزيان، هو 12، المطاع هذا بان 12.56. إذن هاد 12.56 هي مساحة ديال الدائرة، ولكن الشكل اللي حداكم راه ماشي الدائرة، راه نصف الدائرة، معناها خاص تقسم على جوج. تبان لكم نصف الدائرة تقسم على جوج، بان لكم ربع الدائرة تقسم على أربعة، بان لكم تولد ديال الدائرة تقسم على ثلاثة. خاصكم فاهمين. إذا الناس الدائرة هي 12.56 تقسم على جوج تعطيك 6.28، هذا المعطى الثاني. إذا في الأول خرجنا المعطى الأول، معناه شبه منحرف، خرجنا 10 سنتيمتر مربع هو الكبير، وخرجنا نصف دائرة من الدائرة، هاد نصف دائرة خرجت من الدائرة، 12.56 هي مساحة الدائرة كاملة مقسومة على 2، حيث هو نصف دائرة. واش تلاحظوا الشكل ولا لا؟ نصف دائرة تقسم على جوج تعطيكم 6.28. إذا 6.28 هو المعطى الثاني، و 10 سنتيمتر مربع هو المعطى الأول. إذا شنو هو داك الجزء؟ لا خص نديرو عملية طرح باش نستخلصو هداك الجزء الملون. إذا المساحة للجزء الأول هو 10 سنتيمتر ديال الشبه المنحرف هو الكبير، ناقص نصف دائرة، المساحة ديال الشكل الثاني هو نصف دائرة هو 6.28. طريقة ديال الطرح، عملية الطرح، هتخرج لينا 3.72. إذا 3.72 سنتيمتر مربع هو الحل ديال هاد المسألة الأولى ديال حساب مساحة الجزء الملون في الجزء اللي تتشوفوه. إذا خاص الورقة ديال المسودة تكون منظمة بحال هاد الإطار هذا، ودائما أي حاجة وصلتوا لها ديروا على كادر وديروا على رقم 1 2 3، باش اللي مشيت نقلتو الورقة التحرير تعرفوا اشنو اللي خاصكم تنقلو، باش ما تدوخوش، وخدموا الدماغ ديالكم مزيان، وانتبهوا، الانتباه هو افضل شيء، التركيز والانتباه هو افضل شيء في الامتحان او في المراقبة المستمرة في اي مكان وفي اي امتحان. اذا سوف ننتقل ان شاء الله الى شكل ثاني، وسوف نتعرف عليه بعد قليل، ابقوا معنا. اذا في الشكل الثاني، لاحظوا جيدا، لقد حير شيئا ما التلاميذ، هو ان هاد الفضاء وهذه المساحة الملونة يجب حساب مساحتها. كيف ذلك؟ يجب علي أن ألاحظ الشكل جيدا، يعني هناك مربع كبير، هناك 4 مربعات صغرى، هناك كذلك ربع دائرة بيضاء وربع دائرة بيضاء يشكلان نصف دائرة، هناك هذا الجزء الملون في داخل هذا الشكل الهندسي. إذا قياس الضلع ديال هذا المربع الصغير هو 1 سنتيمتر، هو كذلك شعاع للدائرة. إذا ملاحظة سوف تكون فعلا دقيقة جدا. إذا المطلوب هو حساب مساحة هذا الجزء الملون بالأحمر، كيف ذلك؟ تابعونا. إذا شوفوا معي لخليكم الحل ديال هذا الشكل الذي يظهر على الصورة. يمكن بعض الأشياء خاصني نحتاط منها مزيان، خاصني ولا بد نستخلص غير المعطيات اللي يقدر ينفعني لحل هذه المسألات. لا أحتاج مثلا، لا أحتاج حساب المربع الكبير، معنى جوج في جوج تساوي 4 سنتيمتر مربع، لا أحتاج كذلك حساب مثلا مساحات الدائرات،
انتبهوا معي الحل. اذا اول شيء خاصنا نحسب هذاك المربع الصغير، حيت المربع كبير يا المربع كبير يحتوي على أربعة المربعات الصغرى، كل ضلع فيهم تساوي واحد سنتيمتر. اذا خاص نقتصر بالذكر على واحد المربع صغير. مربع صغير مثلا اللي باين في الشكل مزيان، للطول الضلع ديالو واحد سنتيمتر، شحال المساحة ديالو؟ واحد في واحد يساوي واحد سنتيمتر مربع. يعني هادي مهمة، هاد واحد سنتيمتر مربع سوف ألجأ إليها لاحقا. إذا واحد سنتيمتر مربع تساوي مساحة ديال هذاك المربع الصغير، فهم؟ فوالا. إذا نمشيو دابا نحسبو ربع ديال هذيك الدائرة. إذا هذيك هذاك الشكل اللي تبين لكم تما، داك الفضاء الأبيض تسمى ربع ديال الدائرة. إذا بيف بيف 3.14 مقسومة على 4، ضروري ما تقسمو على 4 لأن تتمثل لكم الربع ديال الدائرة. هذه الملاحظة اللي مهمة جدا في هذا الشكل. إذا 3.14 مقسوم على 4 تعطيكم هذا المعطى 0.785. إذن علاش بغينا هاد 0.785 ربع ديال الدائرة؟ باش يمكن لينا نجبدو منها هداك ليسباس غوز، هداك الفضاء الأزرق اللي هداك الفضاء الوردي اللي تيبان في المربع الصغير، خاص نحسبوه شحال يساوي. لا تلاحظوا ولكن واحد السهم تيشير لي. إذن واحد ناقص 0.785 تساوي 0.215 سنتيمتر. 0.215 سنتيمتر هو هذاك الجزء الملون بالوردي في المربع الصغير، ولكن اللي شفنا بانه تيشبه الجزء الاخر، معنا خاص ولا بد نديرو 0.215 في 2 باش نحسبو 0.43 سنتيمتر مربع، هو المجموع ديال هذاك الجزئين. راه ما تبانو لكم الشكل، راه الاسهم تبانو لكم، هذوك الجزئين الملونين باللون الوردي. اذا الحساب ديالهم هو 0.43. اذا في الاول حسبنا المساحه ديال المربع، مزيان. اذا في الاول حسبنا المساحه ديال المربع صغير، معنى واحد سنتيمتر مربع، هذاك تسمى مساحة المربع الصغير، واحد سنتيمتر مربع. وحسبنا ربع ديال الدائرة، لاحظتوا في الشكل الربع ديال الدائرة، معنى بيف بيف 3.14 مقسوم على 4 تعطي تقريبا 0.785 سنتيمتر مربع. إذن هذاك 0.785 سنتيمتر مربع يساوي الجزء الوردي اللي تبين لكم تما، واحد الجزء الوردي اللي تبين لكم تما، ولكن راه تيشبهو في الجانب الآخر، راه تيشبهو واحد الجزء آخر. إذن تندير واحد سنتيمتر مربع ناقص 0.785 0.785 معناه الربع ديال الدائرة، باش نستخلصو هذاك الجزء الملون بالوردي هو 0.215، تنضربو في 2 لأنه كاين الشبيه ديالو، تتعطينا 0.43 سنتيمتر مربع. إذن هذا المعطى هذا مهم جدا. إذن جزء من المساحة الملونة، الجزء من المساحة الملونة لقيناه هو 0.43، خاصنا نحتفظو بهذا الجزء هذا مزيان، هاد المعطى هذا خصنا نحتفظو بيه مزيان. إذا أجي نشوفو المساحة ديال نصف الدائرة أو ربع الدائرة الوردية، ربع الدائرة زائد ربع الدائرة يساوي نصف الدائرة الوردية. نلاحظو معايا الشكل. إذا عندنا الشعاع هو واحد، واحد واحد في 3.14 مقسوم على 2 ست فوا، هاد المرة خصنا نقسمو على 2 لأن نصف دائرة الوردية غوز الوردية. إذا واحد بواحد
تسمى شعاع بي في ار ار في بي معناها 1 في 1 في 3 فاصل 14. انتبهوا انتبهوا معايا انتبهوا معايا، 1 في 1 في 3 فاصل 14 على 2 على النصف على 2 معناها على النصف، 3 فاصل 14 نقسم على 2 تعطينا 1.57. هاد 1.57 سنتيمتر هذا هو معطى مهم جدا، هو اللي هو اصلا مساحه ديال الجزء ديال نصف الدائره الورديه، وهذا لا يكفي. 1.57 سنتيمتر مربع اييه فعلا تساوي نصف المساحه نصف المساحه ديال الدائره الورديه، ولكن خاصنا نضيفوا لها الجزء الملون على الجانب تساوي 0.43. 0.43 هو الجزء الملون على الجانب، كاين الجزء الملون الاول والجزء الملون الثاني، المجموع ديالو هو 0.43. سنقوم بالحساب ديال الجمع، ترى 1.57 زائد 0.43 يساوي 2 سنتيمتر مربع. اذا الغايه ديالي انني نوصل ل 2 سنتيمتر مربع وفعلا وصلت لها. اذا في الاول قمت، هانتم لاحظوا مزيان، في الاول قمت بحساب هذاك المربع الصغير هو 1 سنتيمتر مربع، ثم لاحظت بان في هذاك الجزء في هذاك المربع الصغير كاين واحد الربع ديال الدائره بيضاء، لاحظتوها هذاك الربع ديال الدائره بيضاء، خاصنا ولا بد نحسبه باش 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 نحصلوا على هذاك الجزء الملون الباقي من المربع، الجزء الملون بالوردي الباقي من المربع هو تقريبا 0.215 سنتيمتر مربع، هذاك الجزء اللي باقي في المربع، لانني درت 3.14 على 4 الربع تعطاني 0.785، ونقصت 1 المساحه ديال المربع ناقص 0.785 عطاتنا 0.215 سنتيمتر مربع. اذا شفت بان هذاك الجزء الملون الباقي من المربع عنده واحد الشبيه ديالو، عنده واحد الشبيه ديالو في الجانب الاخر، اذا خاص ولا بدنا نضرب في جوج 0.5 ضربها في جوج لان عنده شبيه الاخر يعطيني 0.43. حسب هذا المعطى مهم جدا، هذا الجزء الاول ديال الحل، انني حصلت على المساحه ديال الجزء الاول هو 0.43 سنتيمتر مربع وفعلا صحيح. اذا بقى لي دابا هذاك نصف الدائره الورديه، المهم نحسبها هي، عندي شعاع واحد واحد في واحد 3.14 نقسمها على جوج لان نصف دائره، نحصل على 1.57، هاد 1.57 نضيفو على 0.43 هذاك الجزئين الملون الاحمر نحصل على 2 سنتيمتر مربع، تبين لي بان هذا التفسير كافي للغايه. اذا سوف نكتفي بهذا القدر، والى لقاء اخر مع ماده الرياضيات للفهم والاستيعاب في قناتكم قناه شوكا ميديك تيفي، واستاذكم استاذ يوسف دلال من هذه القناه هذه. اذا تنحيي جميع التلاميذ المستوى السادس ابتدائي وكذلك الخامس ابتدائي على الانتباه ديالهم، تنشكرهم على الوفاء ديالهم في هذه القناه اللي دائما تلقوا فيها الافاده. شكرا جزيلا، الى اللقاء. اذا شوفوا معايا الله يخليكم الحل ديال هذا الشكل اللي تيبان غادي يظهر على الصوره، يمكن بعض الاشياء خاصني نحتاط منها مزيان، خاصني ولا بد نستخلص غير المعطيات اللي يقدر ينفعني لحل هذه المسائلات. اذا لا احتاج مثلا لا احتاج حساب المربع الكبير، معنى جوج في جوج تساوي 4 سنتيمتر مربع، لا احتاج كذلك حساب مثلا مساحات الدائرات. انتبهوا معي الحل. اذا اول شيء خاصنا نحسبوا هذاك المربع الصغير، هذا المربع كبير يا المربع كبير يحتوي على 4 المربعات الصغرى كل ضلع فيهم تساوي 1 سنتيمتر. اذا خاص نقتصر بالذكر على واحد المربع صغير، مربع صغير مثلا اللي باين في الشكل مزيان للطول الضلع ديالو 1 سنتيمتر، شحال المساحه ديالو؟ 1 في 1 يساوي 1 سنتيمتر مربع، يعني هذه مهمه. هاد 1 سنتيمتر مربع سوف ألجأ إليها لاحقا.
إذن واحد سنتيمتر مربع تساوي مساحة ديال هذاك المربع الصغير. فوم فوالا. إذن نمشيو دابا نحسبو ربع ديال هذيك الدائرة. إذن هذاك الشكل اللي تبان ليكم من تما، داك الفضاء الأبيض تيتسمى ربع ديال الدائرة. إذن بيف بيف 3.14 مقسومة على 4، ضروري ما تقسموا على 4 لأن تتمثل لكم الربع ديال الدائرة. هذه الملاحظة اللي مهمة جدا في هذا الشكل. إذن 3.14 مقسوم على 4 تعطيكم هذا المعطى 0.785. إذن علاش بغينا هاد 0.785 ربع ديال الدائرة؟ باش يمكن لينا نجبدو منها هداك ليسباس غوز، هداك الفضاء الأزرق هداك الفضاء الوردي اللي تيبان في المربع الصغير. خاص نحسبوه شحال يساوي. تلاحظو راه كاين واحد السهم تيشير لي. إذا واحد ناقص 0.785 تساوي 0.215 سنتيمتر. 0.215 سنتيمتر هو هذاك الجزء الملون بالوردي في المربع الصغير، ولكن اللي شفنا بانه تيشبه الجزء الاخر، معنا خاص ولا بد نديرو 0.215 في 2 باش نحسبو 0.43 سنتيمتر مربع هو المجموع ديال هذاك الجزئين. راه ما تيبانو لكم بالشكل، راه الاسهم تيبانو لكم هذاك الجزئين الملونين باللون الوردي. إذن الحساب ديالهم هو 0.43. إذن في الأول حسبنا المساحة ديال المربع، مزيان. إذن في الأول حسبنا المساحة ديال المربع صغير معنى 1 سنتيمتر مربع، هذاك تسمى مساحة المربع الصغير 1 سنتيمتر مربع. وحسبنا ربع ديال الدائرة، لاحظتوا في الشكل الربع ديال الدائرة معنى بيف بيف 3.14 مقسوم على 4 تتعطي تقريبا 0.785 سنتيمتر مربع. إذن هذاك 0.785 سنتيمتر مربع يساوي الجزء الوردي اللي تبين لكم تما، واحد الجزء الوردي اللي تبين لكم تما، ولكن راه تيشبهو في الجانب الاخر، راه تيشبهو واحد الجزء اخر. اذا تندير 1 سنتيمتر مربع ناقص 0.785، 0.785 معناه الربع ديال الدائرة باش نستخلصو هذاك الجزء الملون بالوردي، هو 0.215 تنضربو في 2 لأنه كاين الشبيه ديالو، تتعطينا 0.43 سنتيمتر مربع. إذن هذا المعطى هذا مهم جدا. إذن جزء من المساحة الملونة، الجزء من المساحة الملونة لقيناه هو 0.43، خاصنا نحتفظو بهذا الجزء هذا مزيان، هاد المعطى هذا خاصنا نحتفظو به مزيان. إذن أجي نشوفو المساحة ديال نصف الدائرة أو ربع الدائرة الوردية، ربع الدائرة زائد ربع الدائرة يساوي نصف الدائرة الوردية. نلاحظو معايا الشكل. إذن عندنا الشعاع هو واحد، واحد واحد في 3.14 مقسوم على 2 ست فوا، هاد المرة خاصنا نقسمو على 2 لأن نصف دائرة الوردية غوز الوردية. إذن واحد بواحد تسمى الشعاع بي في ار في ار في بي معنى واحد في واحد في 3.14. انتبهوا معي واحد واحد في 3.14 على جوج على النصف، على جوج معنى على النصف. 3.14 نقسم على جوج تعطينا 1.57. هاد 1.57 سنتيمتر هذا هو معطى مهم جدا، هو اللي هو اصلا المساحه ديال الجزء ديال نصف الدائره الورديه، وهذا لا يكفي. 1.57 سنتيمتر مربع أيه فعلا تساوي نصف المساحة ديال الدائرة الوردية، ولكن خاصنا نضيفو ليها الجزء الملون على الجانب تساوي 0.43
0.43 هو الجزء الملون على الجانب، كاين الجزء الملون الاول والجزء الملون الثاني، المجموع ديالو هو 0.43. سنقوم بالحساب ديال الجمع، ترى 1.57 زائد 0.43 يساوي جوج سنتيمتر مربع. اذا الغايه ديالي انني نوصل لجوج سنتيمتر مربع، وفعلا وصلت لها. اذا في الاول قمت، هانتم لاحظوا مزيان، في الاول قمت بحساب هذاك المربع الصغير هو 1 سنتيمتر مربع، ثم لاحظت بان في هذاك الجزء، في هذاك المربع الصغير كاين واحد الربع ديال الدائره بيضاء، لاحظتوها؟ هذاك الربع ديال الدائره بيضاء، خاصني ولا بد نحسبه باش نحصلوا على هذاك الجزء الملون الباقي من المربع، الجزء الملون بالوردي الباقي من المربع هو تقريبا 0.215 سنتيمتر مربع، هذاك الجزء اللي باقي في المربع، لانني درت 3.14 على 4، الربع تعطاني 0.785، ونقصت 1 من المساحه ديال المربع ناقص 0.785 عطاتنا 0.215 سنتيمتر مربع. اذا شفت بان هذاك الجزء الملون الباقي من المربع عنده واحد الشبيه ديالو، عنده واحد الشبيه ديالو في الجانب الاخر، اذا خاص ولا بد نضرب في جوج 0.15 ضربها في جوج، لان عنده شبيه الاخر يعطيني 0.43. حسب هذا المعطى مهم جدا، هذا الجزء الاول ديال الحل، انني حصلت على المساحه ديال الجزء الاول هو 0.43 سنتيمتر مربع، وفعلا صحيح. اذا بقى لي دابا هذاك نصف دائره الورديه، المهم نحسبها هي، عندي شعاع واحد، واحد في واحد 3.14، نقسمها على جوج لان نصف دائره، نحصل على 1.57، هاد 1.57 نضيفو على 0.43، هذوك الجزئين الملون الاحمر، نحصل على جوج سنتيمتر مربع. تبين بان هذا التفسير كافي للغايه. اذا سوف نكتفي بهذا القدر، والى لقاء اخر مع ماده الرياضيات للفهم والاستيعاب في قناتكم قناه شوكومينيك تيفي، واستاذكم استاذ يوسف دلال من هذه القناه هذه. اذا تنحيي جميع التلاميذ المستوى السادس ابتدائي وكذلك الخامس ابتدائي على الانتباه ديالهم، تنشكرهم على الوفاء ديالهم في هذه القناه اللي دائما تلقوا فيها الافاده. شكرا جزيلا، الى اللقاء.